المهم اللي بغيت نقول لك حبيبه انا راه وصلت للمليون طلب ديال الزواج، وكاين اللي تواصلوا معايا الامهات ديالهم والعائلات ديالهم. يعني انا كون ما كنتش فعلا عجبتهم ودخلت للقلوب ديالهم والقلوب ديال المغاربه، ما كانوش غادي يتواصلوا معايا وما كانوش غيطلبوا مني الزواج وغيوصلوش لداكشي العائلات ديالهم الامهات ديالهم والاخوات ديالهم، يعني الا وهما جديين. ونزيدك حبيبه انا راه باقا كنقلب على الزوج المستقبلي، انا ما باغاش ندير البز، انا باقا كنقلب على الزوج المستقبلي. ولي ولا كنتي باغا تطلع البز على ظهري راه انا باقا متشبته بالراي ديالي وباقا كنقلب على الزوج المستقبلي، وان شاء الله غادي نلقاه وغادي ان شاء الله يكون خير. مساء الخير عليكم متتبعين قناه شوف تي في، مرحبا بيا عندكم مره اخرى في حله جديده وبتصريحات جديده. اليوم جيت نرد على الشابه هذيك الشابه الغليظه اللي كتقول ملكه جمال الكون كاينه في اكادير. المهم اليوم بغيت نقول لك احبيبه، اللي بغيت نقول لك هو ان الجمال جمال الروح، الجمال جمال الاخلاق، الجمال ما كيكونش لا يكون في الجسم او في الوجه، الجمال يكون في العقل وفي القلب وفي التعامل، ليس في الجسم وليس في الـ في الـ في الـ وليس في الـ في الهيئه وليس في الـ الجمال جمال الروح اول شيء. وثاني شيء اللي بغيت نقول لك انا كنشجعك وكنحييك على الثقه اللي عندك في نفسك، رغم انك المهم ما غاديش نقول لك انا انت ماشي ملكه جمال الكون، انت كتشوفي راسك هكاك ما غاديش ننتقدك، ولكن سولي على راسك مزيان على المعايير ديال ملكه الجمال فين كيكونوا وكيفاش خصها تكون والوزن ديالها شحال خصو يكون والطوله ديالها شحال خصها تكون خصوصا الوزن والفورمه ديالها وداك الشيء. المهم بزاف ديال الحوايج راه خصهم يكونوا. انا بالنسبه ليا كنقول انا ملكه، انت راك لو كنتي تبعتي الفيديوهات ديالي اللي خرجت فيهم انا اول مره مع شوف تي في، انا ماشي كنقول ملكه جمال بالجمال، انا لا اتكلم عن الجمال فقط، انا اتكلم عن الاسلوب في الحياه، اتكلم عن طريقتي في التعامل مع الناس، اتكلم عن يعني علاقتي بالناس. الحمد لله لحد الان انا باقي ما عمرني كان عندي انا شي مشكل مع شي حد، لحد الان ما عمرني اديت شي حد بلساني، ما عمرني سبيت شي حد، ما عمرني عايرت شي حد، ولي سبيته وعايرته يطلع يقول في هذا المنبر انا ديجا سبيته ولا عايرته ولا. انا علاقتي زوينه مع الناس الحمد لله، وهذه حتى هي زايده كتزيد حتى هي الطبعه ديالها في سميتو في المؤهلات اللي خاصهم يكونوا عند ملكه الجمال. حاجه اخرى اللي كننصحك بها هو ما تزيديش تغلاضي بعدا، ماشي انا حاسدك على الغلط ولا لا، الغلط راه ما مزيانش ليك انت، ما مزيانش ليك نهائيا، لانك باقا كما كتقولي باقا ما تزوجتيش، باقا يعني ما دوزتيش بزاف ديال الحوايج اللي انا مدوزاهم، يعني باقا ما ولدتيش، باقا ما ربيتيش، ما سهرتيش، يعني انت دايره بحال هكا. وإلا مشيتي تدوزتي داكشي اللي دوزت انا راك غادي ما غاديش نقول لك، ما غاديش نوصف لك كيفاش غادي ترجعي، يعني حاولي تحافظي على الرشاقه ديالك من الاحسن كما حافظت عليها انا وحافظوا عليها بزاف ديال الناس اللي كيفهموا في هذا الشيء. يعني مادام انت هي باقا صغيره وكتقولي باقا ما ندوز والو ما تغلاضيش، ما تزيديش تغلاضي، لانك الا زدتي غلاضيتي راه غتخسري، والا ضعفيتي راه مشيتي فيها، الا ضعفيتي راه مشيتي فيها، لانك الجلده ديالك لابو ديالك غادي 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 ترخى، غادي ترخى على حسب انا ما شفت سميتو في شفتك انا غير ما شفتش اللايف كامل، ولكن شفت غير لقطات بنت لي الجلده ديالك شويه مرخيه، يعني الا زدتي ضعفيتي راه غادي ترخى. يعني هذه هي النصيحه ديالي اللي غادي نقول لك، ماشي كنحبطك بالعكس كنحييك كنحييك كنقول لك استمري واستمري، مادام انت كتقولي انت ملكه جمال الكون كتشوفي راسك زوينه، ولكن حاولي تحافظي على الجسم ديالك راكي غليظه بزاف، يعني داك الغلظ هذاك راه غادي ياثر لك على لاش ديالك، راه باقا صغيره راه
ما يصلحش لك الغلط، خليه الامهات اللي كبروا ولدوا وصلوا واحد لاش، ماشي مشكل، ماشي كبروا، ماشي تحيه الامهات كاملين، ماشي كنقول لهم كبرتوا صافي غلاضوا، لا يعني ملي كتوصل لواحد لاش ديال 50 سنه ماشي مشكل واخا تغلاضي. ديك الساعه تكوني مثلا دوزتي واحد عمر وانت رقيقه، مي غادي تغلاضي، غادي الجلده ديالك غادي تجبد، حتى ولا كانوا جاوك تجاعيد غادي ما غيبقاوش يبانوا، حتى ولا الجلده ديالك بدات كتهرهر ولا شي حاجه، مي كتغلاضي كتوقف. يعني هذه نصيحه مني لكاع الفتيات وكاع الامهات وكاع النساء. كنقول لي شكرا لك، كبرتي بيا، الله يكبر بيك. هذاك الشاب اللي تقدم ليا وجاب دقيقيه وجاب سميتو والسكر وداك الشيء وصحابو، كنقول ليه شكرا بزاف، وان شاء الله يكون خير، يكون خير ان شاء الله. ما تعرفش الخير فين هو، غير هو زواج ليله تدبير عام. يعني انا ما يمكنش ليا كيف غادي هو غادي يقول لي انا نتزوج بك، غنقول لي انا نودي الله، انا ما كنبغيش هذاك السرعه، لان السرعه العجله من الشيطان، في التأني السلامه وفي العجله الندامه. كاع داكشي اللي كيجي زربان عرف بان الشيطان داخل فيه، حاجه اللي كتكون ثقيله وزوينه وكتقلب شويه وكتعرف الاخلاق ديالي وكنعرف الاخلاق ديالك، تقرب منك ونشوفك واش باغي فعلا جدي، وانت تشوفني مباشره وتعامل ديالي كيفاش داير، وتقرب مني وتبغيني ديال بصح، ماشي تبغيني عبر مواقع التواصل، لانك مواقع التواصل كتبقى عالم افتراضي. يعني ممكن نعجبك، ممكن نعجبك في الهضره ديالي ممكن، ولكن تقدر ما تقرب مني، ما نتفاهموش ولا ما تفهمش معايا، ولا انت ما تعجبنيش ولا انا ما نعجبكش، يعني داك الشيء كيكون بالتفاهم. زوين وعنده تاهي، وعنده داك ملي كيضحك عنده تاهو داك الغطسه تاع الزين، كتكون هنايا واحد الحفره تاع الزين عنده. عجبني، زوين، شعره رطيطب، سمير، لوين، يعني فيه كاع المؤهلات ديال الراجل اللي بالمواصفات اللي بغيت انا. غنجاوبو غنقول لي في شوية الصبر ويكون خير إن شاء الله، وإلا ما كنتش أنا غتكون وحدة أخرى، ألف وحدة تتمناك. واش غادي نقول لك، أنا بالنسبة ليا كنشوف ماش يعني هو صغر منك بزاف، واش كيشوفك مهمة؟ ضروري غيشوفني مهمة، ضروري غيشوفني مهمة، أنا كنفتخر أنني مهمة. أنا غادي نقول لي أنت شاب زوين وغزال وألف وحدة تتمناك، والمواصفات اللي فيه اصلا مواصفات رجل اللي كتمنى اي امراه. يعني تقبلي عليه واخا صغر منك؟ سا ديبون، سا ديبون على حسب التفاهم، الا تفاهمت معاه نقبل عليه، علاش لا؟ واخا صغر منك بزاف؟ ايه، الا تفاهمت معاه علاش لا؟ واش غادي نقول لك، انا حاليا باقا مصدومه لا منه ولا بزاف ديال الطلبات ديال الزواج حقيقيين، كاينين اللي تواصلوا معايا الامهات ديالهم والعائلات ديالهم، يعني بما انهم كاين اللي عيطت ليا اختو، كاين اللي عيطت ليا مو، كاين اللي عيطت لي من الامريكان، كاين اش غادي نقول لك، بزاف بزاف، داك العدد هائل ديال طلبات الزواج. كنشكركم بزاف، كنشكركم بزاف، وصدمتوني. شحال من طلب ديال الزواج؟ اقسم بالله الا تقريبا مليون وزياده، راه من البارح، من الساعة الخامسة وتليفون ما سكتش. شنو دابا راه التليفون ما عرفتش واش شاعل ولا طاف. مليون طلبة الزواج، مليون طلب، مليون راجل، مليون رجل مغربي، مليون رجل مغربي على فكرة، مليون رجل مغربي مؤهل للزواج. يعني واش مليون رجل مغربي بغى يتزوج بك انت؟ أييه، مليون رجل مغربي بغى يتزوجني أنا وخدامين، والله ما كنكذب. يعني انا من البارح وانا كنت والناس كيعيطوا لي، حدي كان ما كنفوتش معاهم دقيقه 60 ثانيه او اقل ديال الهضره، كنهضر معاهم كيقول لي انا خدام كذا وكذا، كنعيش في هذه البلاصه، يعني كنقول لي عطيني بالزربه داك الشيء ديالك اللي غتقول لي، ولا كيصيفطوا لي في الميساجات. من البارح وانا كنقرا انا وبنتي، راه اش غادي نقول لك، ميساجات كثار والطلبات كثار. غادي ندير ورقه وستيلو، غادي نقيدهم بالسميه، وكنتمنى انا يكونوا جديين كلهم. الا كانوا جديين كلهم راه غادي نقلبوا لهم، يعني كاين اللي بعض منهم قلت لهم انا غادي ندير، نقدر ندير برنامج ديال الزواج، غادي نديرو في لاشين ديالي ان شاء الله، ومي غادي نحط لكم لاشين ديالي، ديك الساعه هما يدخلوا عندي. قلت لهم غندير برنامج وغيدخلوا عندي. بالنسبه للبنات غادي نعاود نحط لكم الرقم ديالي،
راه كاينين بعد الطلبات ديال الزواج قالوا لي حتى ولا كتعرفي شي وحده من صاحبتك ولا من العائله ديالك ولا كتعرفيها جديه في الزواج، الا ما بغيتيش انت حاولي توصلينا ليها. الاغلبيه هاد المواصفات اللي عطيتهم، الاسمر اللون، طويل، زوين، عنده غطاء تاع الزين، تقريبا هادو اللي دخلوا عندي تقريبا نفس المواصفات.